محمد عليان شاب طموح عنيد متمسك بآرائه. مشروعي يتلخص بفحص مستوى السكر بالدم بدون أوبر، وإنما عن طريق الزفير. مشروع محمد كفكرة ممتازة وأمل كبير قوي لمرضى السكر. فيه مستقبل أيضا. A very innovative project. واعد وهادف جدا. مشروع قد يحدث ثورة في عالم الابتكارات الصحية إن نجح في تنفيذه. فالنجاح في حالة عليان يتطلب اتباع خطوات دقيقة وعديدة، بالإضافة إلى التعب المتواصل والجهد الدؤوب. أول خطوة حاطين لك إياها إنك تعمل تطوير وتصميم للنظام اللي أنت متمنى تنفذه كمنتج، ومكرم رح يساعدك. أنا بفتكر الخطوة الأولى اللي طلبها منك لازم تكون موجودة معك وجايبها معك لهون. جاهزة. عن أطلبها منك عن جديد تنوثقها ونثبتها بموافقة الشباب. هو المطلوب منه كمان هو إنه يطلع the mathematical correlation. We know there is a correlation statistically. This is written in the literature. So هو لازم يطلعها mathematically ولازم يطلع a number. هلا إذا فيك تجيب الرقم تأخذ 50/50 بإثبات المبدأ العلمي. إذا جبت zone وكل ما كانت zone resolution أصغر كل ما كانت أحسن رح يعطوك من 45/50 أو 40/50 مش كتير منيح. أول بدأت proof of concept. بديت أعدي الاستبيان والمعايير اللي لازم أسويها عشان أختير فيها المرضى. أول شغلة ما نتفق عليها هي شو هني أنواع الكومباوند يلي عم نفتش فيهم. سو أهم شيء نعمل الديزاين للإكسبرمنت، إنه نحن بدنا نروح نقيس زفير مثلاً 50 شخص ديابيتك، 50 شخص نون ديابيتك، 50 شخص تايب 1. ما نتأكد إنه الكورليشن اللي عم بيحكي عنها مع السنسرز اللي عم بيحاول يجيبهم والبيبل عم بيحاول يحكي معهم هي actually makes some sense. طب هلأ ممكن أعرف كيف بتكون الأسيتون بالضبط؟ أساساً الإنسان طبيعي لو حصل تكسير طبيعي الجلوكوز، الجلوكوز بتستهلكه الخلايا بالضبط. بالضبط. فطبيعي هو بيطلع في الزفير ككربون دكسايد، لكن نتيجة إن هو مرض السكر بيحصل تكسير غير طبيعي لجزيئات الجلوكوز فبينتج عنه غاز الأسيتون. طبعاً هو المشروع بتاعه الأكبر مشكلة فيه اللي هو طريقة القياس. الكونسبت موجود للأمانة، إنما التكنيك والديفايس والجاز أنالايزر والكوريليشن إيكويشنز اللي أنت هتعملها بحيث إن أنت تقلل الجاب بين الأنسولين والجلوكوز، أي ثينك ده شغلك الرئيسي. أنا هلأ في جامعة والد كورنيل عشان أحضر محاضرة عن مرض السكري. أثناء وجودي في المؤتمر فاجأني الدكتور المقدم إنه بخبر بحضور إني واحد من المشاركين في برنامج نجوم العلوم. We're really very happy to have him here to listen to this lecture and prepare for his invention. بعد المحاضرة كانت لي فرصة إني أحكي مع الدكتور وأعرفه على الاختراع أكثر. لما الواحد يصوم الأنسولين بيكون قليل، في هرمونات ثانية لو بدك السكر يجي. أنا هلا في مرحلة البروف أوف كونسبت، وهاي المحاضرات وهاي الميتينجز اللي بسويها مع الدكاترة بتساعد كثير في إني أثبت الفكرة بتاعتي وإني أبني الأبلكيشن بتاعي. متى حاضر قابل فولنتيرز؟ هلا بهمنا نطلع بنمبر قبل ما نحكي بأي شيء. في مشكلة كان إنه بعد ما حضر الإكسبيرمنت، سو نحن بس نروح على هالميديكال انستتيوشنز، they expect us to come with a very specific plan. أنت إذا بكرة أخذتك على المستشفى و you went to a machine that tell you I'm allowed to blow in وطلع لك الخمسة بارامترز فوتهم، بدك ترجع لهون تحط الإيكويشن تطلع لي الدايبيتك تبعك. لا فلحظية. إي ما مش فلحظية، هلا عملها محضرة. حضر الكويشن. طيب اوكي بحضر الكويشن. حضرها. شايف هذا طلبهم طلب طبيعي لانه هم كانوا دورهم كمشرفين علينا، فكانوا بيتاكدوا انه كل شيء جاهز قبل ما نبدا في مرحله فحص المرضى. يا اخي والله ايش مضحك، بكي له حط الكويشن بقول له الكويشن كيف احط؟ هو كمان عصب بفكرني بستهبل. فكر معقد اكثر من مش لينا فانكشن يعني. ما بعرف كيف فهم غلط. انا شايف يعني الاختلاف طبيعي لانه ما اتوقع انه ما عندهمش خلفيه عن الموضوع اللي انا بسوي فيه. يا زلمه انا حاسس مش عارف يعني كل واحد اهب له بس بيحكيني زي كذا بتطلع كاني انا جاي من المريخ. مزبوط هو جاي من المريخ. لا كل واحد بتطلع جاي من المريخ. ما بعرف اذا انتم فاهمين شيء غلط يعني كات يعني ما مش قصدي يعني ما تفهموا غلط. ما
بعرف يا اخي بتشككون في حالي مضبوط ما هي الحالات بس انا يعني انا اذا ستون ايش اروح ابيع بطاطا احسن اشتيت لاصحابي وعيلتي وطاولة الغداء والعشاء لما كنا نتعشى ونتناقش الامور العائليه فالها حنين اتوقع يعني لسه كمان الايام حتزيد يعني الحنين هذا الحنين راح يزيد والضغط كذلك مع هذا فللمشتركين اساليبهم الخاصه للمرح مين اسال واحد انت اسال واحد ان از جوك ان از جوكس ايه عليان علي يعني شويه بيكون سيريس Sometimes your jokes are not so funny. I didn't say jokes. في شغلة يا جماعة مش فاهمين رحلة الأردنيين. Practical ما في وقت للمزح. ما في وقت للمزح.